السلام عليكم اخوتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. نتمنى من الله تكونوا في احسن حال وفي صحة جيدة. الصباح هذا صباح اليوم الجمعة، اي اليوم وصلنا واحد الميساج من مجموعة من الاصدقاء والمواقع الالكترونية، نشروا واحد البلاغ بان اكتشفوا واحد الحالة بمدينة بركان مصابة بالفيروس. يعني مجموعة من الصحف الإلكترونية داولت هذا الخبر هذا، وهذه المجموعة من الصحف يعني ما كيكذبوش موثوقة هنا في مدينة بركان، داولوا واحد الخبر أن واحد السيد جاي من إسبانيا حامل الفيروس. بطبيعة الحال راه في السبيطار شادينو. يعني المجموعة ديال الحالات هنا في مدينة الشرق في أحفير وبركان، كاين أحفير زوج حالات، وفي مدينة بركان كاين واحد الحالة، واحد الحالة وحدة. ولهذا اخوتي كنقول لكم ان السبيل الوحيد باش نتفادوا هذا المشكل هذا وهذه الجائحه اللي قاست يعني العالم، حجر الصحي. ما نخرجوش من ديورنا الا شي حاجه ضروريه يعني مؤكده، تشري خضره ولا تمشي تشري الدواء ولا شي حاجه تقضي الغرض ديالك وتولي وتفادى التجمعات كما راهم يديروا كيف الطحطاحه ويديروا في الاخرى كيديروا دوك التجمعات هذا الشيء يديروا داكشي ديال التجمعات وكذا. يعني نتفاداو داكشي هذاك، ما نتخلطوش مع بعضياتنا، نتفاداو السلام، نغسلوا يدينا تمرار وتكرار، اليدين بالماء والصابون، ولا كنت داخل السياره ولا ما كاينش الماء ولا تستعمل المعقم اليدين. معقم اليدين حتى هو راه كيكفي الغرض الا ما كانش الماء بطبيعه الحال، اما الا كنت في الدار ولا في الحانوت ولا في شي بلاصه تستعمل الماء والصابون، راه كافي باش تنقي راسك من الميكروبات الى قدر الله قصد شي حاجه فيها الميكرو. ولهذا اخوتي كنصحكم بحجر الصحي، ما تخرجوش من ديوركم الا وكانت شي حاجه اللي ضروريه. وهذا كان فيديو قصير اخوتي، هذا الميساج هذا اللي وصلني هذا الصباح هذا بطبيعه الحال يعني شويه صعيب شويه، ولكن باش نتفاداوه نبقى في ديورنا احسن. بقى في دارك قبل ما يجيبوا اخبارك اخوتي. والسلام عليكم، بارطاجوا معكم هذا الفيديو هذا باش ان شاء الله تعم الفائده والفكره ان شاء الله. والسلام عليكم اخوتي.